بدينا الجولة يوم 16 مارس برياض الفتح وإحنا عايشين نفس ما نقولش نفس المشكل، بالعكس هو يعني حاجة جميلة، وإحنا عايشين نفس الحالة، يعني الاكتظاظ، يعني القاعات لا تكفي، حتى الملاعب لا تكفي، حتى الساحات العمومية لا تكفي. هذا فإن دل على شيء فيدل على أن الناس متحمسة لهذه الرسالة التربوية، متحمسة باش يروحوا مع أولادهم يقول لهم سمعوا الأغاني التربوية. اليوم كان إقبال كبير فوق العادة، نثمنوا المبادرات هذه، نشكروا قناة الشروق اللي راه تابع مع مو يزيد هذه النشاطات. نفرحوا الأطفال، يعني اليوم شافوا المهرجين، شافوا عمهم يزيد، يعني الناس راهي كلها هنايا مبتهجة، يعني فرحة عظيمة.